أمام تواصل تسجيل حالة الإصابة بفيروس كورونا وعدم اضمحلال الوباء نهائيا، أقرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا جملة من التوصيات المحينة للتلقيح ضد فيروس كورونا، منها تأكيد ضرورة تطعيم كبار السن بجرعة تعزيز المناعة. اللي فوق ال 75 سنة كل 6 شهور يعملوا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، واللي فوق ال 60 سنة كل 12 شهر، وإذا فوق 60 سنة وعنده برشا أمراض مزمنة وقتها كل 6 شهور. اللي أقل من 60 سنة هذوكم اللي ما عندوش مرض مزمن ما عادش يعمل. هي الكورونا لتو عمرها لو فات، راه المنظمة العالمية للصحة قالوا راهو معناها 2023 و2024 متحقين اللي مش توفى. احنا نعملوا تو ديما في التقطيع الجيني ونتبعوا، تو في تونس مثلا عندنا على الأقل أربعة معناها متحورات نتاع الفيروس قاعد يتبدل، اما ديما الحاجه الباقيه ديما اوميكرون. كما افاد عضو اللجنه العلميه للتلقيح رياض دغفوس ان تونس اقتنت الجرعات اللازمه المضاده للمتحور اوميكرون. احنا توك من نوفمبر جبنا تلقيح الاحسن، التلقيح اللي يكون يجب يكون موجود في العالم، معناها هو البيفالون هذا اللي هو فيه نوع من المضاد ضد الاوميكرون اللي هو موجود في العالم كله. ومش برشا بلدان راهو في العالم عندهم البيفالون هذا، دونك احنا نقولوا للناس فو بروفيتي، معناها نحينا البقيء قدم الكل ما عادش عندنا معناها الاخرين، تو عندنا نوع برك اللي هو البيفالون اللي هو افيكاس. ورغم تسجيل ارتفاع في نسبه التحاليل الايجابيه وفق تحيين لوزاره الصحه، الا ان الاقبال وصف بالمحتشم على التطعيم، ويبدو ان ذلك يعود الى التخوفات من الانعكاسات السلبيه للقاح. والله الاقبال هوني في مركز تلقيح بخاصنا دار محتشم للعموم، اما خاصة توا نحن مركزين اكثر على التلقيح للوفد نتاعنا الحجيج الميامين اللي قاصدين ان شاء الله ربي للحج. وفي العالم الكل توا اكثر من 12 مليار جرعة استعملناها في العالم. نشوفوا الانعكاسات السلبية نتاع الفاكسان الكل اللي استعملناهم ضد الكوفيد، اكثريتهم جاوا عند الصغار ما جاوش عند الكبار، انا عند كهول اقل من 60 سنة وكل. والكبار راهو قليل وين يصير حاجة اختيرة قليل على الاخر. واحنا اليوم اللي نشوفوه كونه مش التلقيح باش يصير عند الكبار، دونك ما عندهم علاش يخافوا. لذلك تدعو وزارة الصحة المسنين إلى الإقبال على جرعات تعزيز المناعة لتفادي التبعات الصحية الخطيرة في صورة الإصابة بفيروس كورونا.